السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده كاكاو الاسباني مونر، طبعا لا يعلى عليه، احنا عارفين الكلام ده اعلى كاكاو موجود في السوق. اطلع عليا كده اوريهم درجه اللون يا عبده. ده الحمد لله اعلى كاكاو موجود في السوق، مونر الاسباني. تمام، انا تكمله للفيديو بتاع اللبن، انا لسه سايب الكوبايه اهي، انا عايز احط بس ايه، هوريكم اقل من نص المعلقه لو انت عايز تشرب منها، اصلا ده مركز جدا. بص، المعلقة أقل من نصها. برضو اللبن يكون سخن، معلش عشان اللبن بردت شوية. لا هي دابت اهي. تمام، ده بقى ولا تقول لي عيال ولا كلام من ده، انت هتجيب على طول ام بي سي 2 وتقعد على السرير وتمدد رجلك وتشرب، اقسم بالله خيال. يلا ان شاء الله هنزل لكم العرض بتاعه في الكومنتات. سلام.